السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة أسواق الجزيرة المواشي على اليوتيوب. اللهم صلي وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. اليوم الشباب 14/6/2023، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب أسواق الجزيرة المواشي على اليوتيوب. اللهم صلي على سيدنا محمد وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. دعمونا يا شباب، دعمونا، وصلونا 1000 مشترك، ما ظل علينا 40، أقل من 40 مشترك نوصل 1000 مشترك إن شاء الله. دعمونا حتى نوصل 5000 متابعة ومشترك، حياكم الله وبياكم. أنا في مزاد البقرة جنوب محافظة الحسكة اليوم الأربعاء، نتعرف على وضع السوق والحركة بشكل عام وتفصيلي إن شاء الله تعالى. نبلش من عدد دلال خالنا أبو حاتم، اللهم صل على سيدنا محمد. نشوف الحركة بشكل عام يا شباب، الحركة إن شاء الله زينة. شلونك أبو حاتم؟ شلون الحركة يا أبو حاتم؟ الله راسي يا أبو حاتم، زينة الحمد لله، زينة إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله يبيعون يا اخي، مو كثر الخير ما شاء الله يا سيدي، الله يرزق العالم. صار عندنا محال ما يبيعون، بس بيع عيال يريد يخلصون منها. صار الخير كثير ما يبيعون، ما يبيعون. صار ابو حاتم ليش؟ 1,400,000 صار. شنو وراء ابو حاتم؟ خروف وفطيمة. خروف وفطيمة، اي نعم. ما شاء الله من اي بيت والله يرزق. كل واحد ناجح، كل واحد ناجح. 1,400,000، 1,400,000 شباب، واحدة وراء خروف واحدة فطيمة. سنن يعني ووسطات يعني 3 بطون او 4. 50,000 صار. 450 نايتين زينات ما شاء الله تبارك. ذيك الخروف هاي الفطيمة ما شاء الله، صار 1,500,000 يا شباب، وخروف وفطيمة ما شاء الله تبارك الله. 1,500,000 سوري يا شباب، الدولار موجود أسفل الشاشة، ريدي أقسم على الدولار يا شباب، يبين معاكم ايش قد حقها على الدولار. اللهم صل على النبي. هذا ندواب لحم 1,200,000 جنيه. طيب ابو جنيه لحم جنيه 1,200,000 ايه 250 صار. مليون ومئتين وخمسين صارن يا شباب الوحدة ما شاء الله تبارك. 250 بس حس قليل أبو حاتم، حس قليل عليهم والله قليل، بس إذا ما بعت يعني صارن إنه إن شاء الله. إحنا جينا عيد الأضحى إن شاء الله العام جاي أخوي الله يحيي أبوه. إيه تمام إن شاء الله. الله يحفظك السنة إن شاء الله. حمادي متوفي. هذا 1,200,000 هذا 1,200,000. يلا حيا زبيدي والله. 1,200,000 على راسي. الله حيا أمام زبيدات كلهم والله ونعم والله. الله تموت إن شاء الله. ونعم منك والله زبيدي. 1,200,000 1,200,000 ما شاء الله تبارك الله. 1,200,000 وكم شبه حاتم؟ هذا مطلوب بي 5 ملايين والدفع 3 ما شاء الله تبارك الله. اريد 5 ملايين ابغى. الصلاة على سيدنا محمد. حلو ابغى. هذا طلبنا عليه 1,900,000 ما صار. دافعين 3 وطلب 5. حلو ما شاء الله. اي نعم. اريد 1,500,000. يا الحكي على الخروف يا شباب، يطلب عليه 1,500,000 سوري. ليش تاخذ عمو؟ ما شاء الله تبارك، خروف زين. ما يصير 14 خشن طيب الصلاة على النبي. كله ما اقول لك 11. 12 يعني 1,200,000. 13 يابا. 12 هذا 13 يلا. 12 13 12 مشان يصور زين. 12 250 ورد الله بعد ما بهرب. الله اكبر. 250 يوم 1,250,000 1,250,000 قيمته على 500 يعني او 400 بيعوا هذا سعره. كمل جولتنا بالسوق يا شباب، نروح لعند الدلال ابو حسين، السيد ابو حسين. حركه بيها بطء يا شباب مثل الحلال نايم ما شاء الله تبارك الله. اكثر الطلب للجدي، جدي السنه واللحم بشكل عام. ابو حسين شلونك يا عم سيد؟ الله يسلمك يا عم سيد. شلونك؟ شلون الحركه اليوم؟ والله ضعيف بيها الضعف يعني اي تحسها هاديه. هذا النصارى 1,150,000 1,150,000 القنم هاي. طيبات والله. اي والله. شنو الطلب علينا ابو؟ هذا ما فرق 1,150,000 ما شاء الله تبارك الله. طيب عم سيد خلنا 1,150,000 صار على 1,100,000 هذا ربج غنم يا شباب، صار 1,100,000 1,100,000 انا اريد 13 بصراحه. ايوه تريد 1,300,000 ما شاء الله تبارك الله. هاي الغنم طيبه والله كلها طيبه، غنم زينه ما شاء الله. اشباش ابو حسين اشباش هذا معذور ما صرف. شنو وضعه؟ ليه رجلي ما انا شغل يعني باع الموساد. هذا صار 1,900,000 مليونين 900
قليل عليه. هذا الصار. هذا الصار. شو محمم ولا؟ حاط عليه علبة كيلة وتاي. إيه هذا أبو حسين. هذا صار بأربع ملايين وأريده بخمسة. تريد صار بأربع ملايين؟ وأريده بخمس ملايين. وتريد. يعني جوال خمسة ما له حل. جوال حل ما له أبداً. جوال خمسة ما له حل. توني السعر جاي قلت له واحد قول لي أربعة ونص تريد السوق. خمسة مليون. أريده خمسة مليون. ما شاء الله. صار بأربعة. أربعة. نروح للدلال سالم ابو عبد. يا شباب الحركه بيها بطء، حتى احنا صار معانا بطء. يعني نعسنا من الحركه، يعني ضعيفه بيها ضعف، يعني حركه الشراء والبيع قليله. يعني ما شاء الله تبارك الله. بيش خذيت بيش ب 4 ملايين. الله يرزق ان شاء الله. 4 مليون ايوه. على ايش بعت هذا زين؟ هذا ينطح. بعته على عذره يعني. باع هذا ب 3 ملايين. رجال باع كم شو ب 3 ملايين على عذره لانه ينطح. قام اشترى واحد ب 4 ملايين، يعني حط مليون من جيبه، حط مليون من جيبه يريد يفحص يشوفه يحني ما يحني. ما شاء الله تبارك الله. زين زين ما شاء الله عليه. شبش نظيف ما هذا. وين ابو عبيد؟ يا ابو عبيد الخروف هذا مليون و300. ابو عبيد ما يرد علينا يا اخي. زعلان زعلان. مليون و300 ما شاء الله. وصلنا يا شباب لوجه الدلال، عمي ابو سامر العبيدي. اللهم صل على سيدنا محمد. نشوف الحركه عند ابو سامر. ما شاء الله تبارك الله. هذا وين ابو سامر؟ انا صار 610. 610 610 فطايم يا شباب. اللهم صل على النبي. 610,000. هذا ابو سامر؟ 455. 455 فطايم. نعم. كانه الحركه اليوم احسها هاديه. والله ماشي حالي زين. زين الحركه بس بيها هدوء. العادي صار مليون و100. مليون شنو وراها؟ الجبه. مليون و100. شنو سنه ابو سامر؟ والله نعجة. نعجة ما شاء الله. مليون و100 والله زين. مليون و100 يعني ابو سامر صارت كلحم ولا الجبه يعني؟ جنيه جنيه جنيه. يعني حليباتها مو زياده يعني. مليون و100 الف. مليون و100. هذا؟ هذا صار ب 4 ملايين و100 يعني يريده بخمسه. 4 ملايين و100 ويريده 4 ونص. خمسه خمسه ب 5 ملايين. لا 4 ونص ابيعه على اكثر. انا 100 ملايين. ايوه. شبش رباع مو ايمن؟ ايه شبش كماله ما شاء الله. ده قام يعرم زين. ايه قام ايه عرم تقول لك. ايه جيت اصوره قام يعرم. ايه قام يعرم. يطلع لك يا شيخ. تمام. هذا ابو سمر. هاي والله ما صارت العزه. ايش طالب عليها هاي؟ هاي قلنا لهم ال 14. ابو تعبان احس هاي. وراها جدي. وراها جدي مليون و400. هاي وين صارت ابو سمر؟ جا قبل عمرها 20 سنه. يا ابو سمر. مليون و50 الف صارت خير. مليون و50 الف تنقومها. قومي قومي. مليون و50 الف يا شباب. وراها جدي. الصلاه على سيدنا محمد. حركه ضعيفه. هذا والله صار 710. 850 800 من اقل. ايوه 710 الواحد ويريد 800 800. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كمل جولاتنا بالسوق يا شباب. نروح لعند الدلال ابو حسين. ما شاء الله تبارك الله. ابو حسين شو رايك بيسه؟ شو الحركه بيسه؟ والله اليوم فاتره. فاتره اي والله الحركه فاتره. حركة بيها فتور يا شباب. هاي نعجل جبه شباب. يطلب يريد بيها مليون سوري. ما شاء الله تبارك الله. ابو حسين هاي وين صارت؟ هاي ابو حسين هاي هاي ودي جزيره. هاي باعت مليون و400. هاي مليون و400 الف. عجة عدله زينه لحم ما شاء الله طيبه. الصلاه على سيدنا محمد. الحركه بيها فتور جدا اليوم. يعني هذا كم يريد بيه 5 ملايين وما صار بشيء يا شباب. ما شاء الله. وصلنا يا شباب رجل الدلال عمار الحمداني ابو احمد. اللهم صل على سيدنا محمد. والله الحركه يا شباب يعني زينه ماشي حالها. الحركه يعني بيها هدوء. يعني اللحم مطلوب لكن كانه حركه الشراء والبيع قليله. الحلال جيد نوعا ما بالسوق، ما هو كثير كثير ولكن جيد بالسوق. شوف ابو احمد وينه نتعرف على وضع الحركه اكثر عنده. اخذ الكلام من الدلال احنا لانه الدلال يعني ثقه يكون ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ابو احمد شلون الحركه ابو احمد؟ مو زياده حسب مو زياده اليوم. هاي صارت مليون 100 ولا مليون و10000 بدون 100. هاي وتريد مليون و100. ما شاء الله تبارك الله.
شنو عندك انسان ابو احمد؟ والله ما بسوي. السوم على شنو؟ ما بسوي. الجداية الان 400,000. الجداية اين؟ 150,000 على الموس. الجداية ب 400 400؟ بعتن؟ ما شاء الله تبارك الله. وهذا شنو جنس خلايا؟ ايوه تماما. شنو عندك فطام خرفان؟ الغنم ذيك اللحم؟ انتفع بها؟ تريد 1.5 مليون غنم لحم. فطايب 600 600 مرشح ابو عمار مع ابو احمد. مرضان الرجال مقرب. هاي الغنم الشباب يطلب بيها 1.5 مليون طبعا ما صارت بشيء. غنم لحم طيبه ما شاء الله وخشنه وزينه. الصلاه على سيدنا محمد. 1.5 مليون وما صارت بشيء. كمل جولاتنا بالسوق يا شباب. نروح لعدد دلال علي ابو ايناس. ترى الوضع الحركه اكثر. شايفين عمار مرشح. شو رايك ابو ايناس؟ انا برضه عاوز. وينه؟ شبش طلبني علي 4,500 طلب. نطلب علي ما صار بشي ابو ايناس. صار ولا ليار لسه ما شاء الله تبارك الله. شبش بلدي زين. 4 ملايين وصلي. الصلاه على سيدنا محمد. هذا ما صار ولا ليار. علينا علي؟ هذا نريد 1,500,000. هذا دواب لحم شباب مطلوب به 1,500,000. 1,500,000 ما صار لهم شيء. هذا خلاف 1,100,000. هذا خلاف 1,100,000. 1,100,000 اي نعم صار؟ اريد. هذا 700 شو لك اياه؟ هذا صار بك الله يبيك. 300 تقول 100 بلا 10,000. الخرفان هذا؟ نعم 1,310,000. خرفان خشنات 1,300,000. اي 1,310,000 صار تمام. هذن 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 خراب. اريد 1,300,000. تريد 1,300,000 رفج خراب. ما صار نمشي. 1,300,000. 1,300,000 ما صار شيء. 600 فطايم صار على 600 600 ما شاء الله تبارك الله. 600 600. اللهم صل على سيدنا. شوف اشباش ابو ايناس. اشباش الطلب شنو؟ هذا اريده باربعة. هذاك باربعة ملايين. وهذا اريده باربعة ونص. هذا باربعة ونص. هذاك زاد طلبنا عليه 4.5. 4.5 تماما. نروح هنا. هذا طلب صارت 1,500,000 وراه خارب. وراه خارب صارت 1,500,000. وريد 1,700,000 على زاد وراك. ايه ثلاثة مرات خرفان 1,700,000 الوحدة يريدها طبعا. وهذا صارت 1,500,000. صارت 900,000 صارت. انزل جيبها مو؟ نعم. الجيبها؟ فتية. صارت 900,000. 900 صارت تريدها 1,000,000. تريدها 1,000,000. هاي فطيمة صارت 500,000. فطيمة صارت ب6.5. تريدها ب6.5. صارت 500 جايك دقيقة. تماما. ما شاء الله تبارك الله. هذه صارت 800 يريدها 1,000,000. لحمه؟ لحم لا بالله. 800 ويريدها 1,000,000 مع جاي كبيرة. طبعا الحركة يا شباب بيئة ضعف يعني وحركة الشراء والبيع قليلة قليلة. التوجه أكثر شيء للخروف الخشن. إيه الخروف الخشن وفطيمة اللحم والشبش نوعا ما. أما العجة حاسين بها هدوء.